الإضافة لرابطة العالم الإسلامي. هذه فرصة جميلة جدا عشان الواحد يتعرف على الناس ويشوف أجناس كتير ويشوف ناس جاية سبحان الله من كافة بقاع الأرض. طبعا الهدف واحد اللي هو عبادة ربنا أولا، ثانيا أكيد إحنا هنا عشان نتعارف ويعني نتواصل. الكثير لا يعرف عن اليابان أو عن مسلمي اليابان. حقيقة أنا أحب أن أقرأ صورة الإسلام في اليابان. الإسلام في اليابان هو ينتشر الحمد لله، هو لكنه نسبة أو عدد المسلمين في اليابان قليل جدا للأسف. نحن نعمل في هذا المجال ونحاول أن نوصل لرسالة الإسلام ونوضح صورة الإسلام الحقيقية، ولكي يكون نموذجا عن التسامح والرحمة. صورة الإسلام مشوهة في بعض الأحيان، ولكن الحمد لله يعني عندنا بعض النشاطات التي تهتم بهذا الموضوع، وهذه النشاطات طبعا تدعمها الرابطة العالمية لرابطة الإسلام عالم الإسلامي. ومن أهم وأخذ دعم وصلنا من رابطة العالم الإسلامي هو زيارة الشيخ العيسى لليابان منذ فترة واجتماعه بالقيادات الإسلامية في اليابان. الحقيقة نحن كمسلمين في اليابان نحتاج إلى الدعم المعنوي قبل كل شيء. الدعم المعنوي يكون دائما بتكرار الزيارات وتكرار المؤتمرات الإسلامية التي تساعدنا وتوجهنا أيضا. يعني نحن ليس لنا تلك الخبرة الكبيرة التي تملكها رابطة العالم الإسلامي، فتواصل رابطة العالم الإسلامي مثلا أو الأزهر الشريف أو علماءنا الكبار معنا وتوجيههم لنا ودعمهم لنا، هذا دخر لنا كي يعني نستفيد من تجاربهم لنشر مفهوم الإسلام الحقيقي والتعايش مع الشعب الياباني وكافة شعوب العالم. يعني لا شك ليس أنا مدير مركز إسلامي وعندي مثلا قدر معين من المعرفة في هذا الأمر، لكن ليس كل الإخوة المسلمين يعرفون هذا، لكن عندما تحصل